الصباح فيقت طول لبسته لبعضته للمدرسة. بعد دقيقتين سمعت صوت، حسيت الصوت بالمدرسة، ركضت نزلت لقيت سينار على الأرض، حملته كان بعد ما فتح عيونه بس عم يتطلع فيني ما عم يعمل شي أبدا. حملته، ما عرفت مين حمله معي، ورحنا على المستشفى. كنت أول عالم واصلة أنا على المستشفى، لسه كان حدا جاي لسه أبدا. أخدوه حطوه على التخت وكلهم وقفوا طلعوا فيه، عرفوا كلهم قبلي إنه هو ميت ما أنه عايش. بعد شوي إجا سيارة الإسعاف وجابوا الأولاد. الشي اللي كان الشي اللي صار مجزرة، مجزرة. أولاد بلا أجرين، أولاد بلا عصبية، أولاد خاصرتها مفتوحة. شي مو طبيعي، شي اللي كان شي مو طبيعي أبدا. فأنا كنت أقول له لا، أنا مو حقي سافر، أنا واجبي ضل. أول شي هي بلد بلدنا، وما رح نتركها لحدا. والشي الثاني إنه آرام رح يكمل، آرام رح يكمل، آرام وجيب الآرام هنن اللي رح يكملوا. هذا الجيل اللي سوريا رح تعتمد عليه، اللي راحوا راحوا خلاص، نحن اعتمادنا على هذا الجيل. هذا الجيل إذا ما فهمتي شو يعني سوريا، وما وعيتي على سوريا، وما كبرتي على سوريا، ما بتعني له سوريا شيء أبدا. أنا رح نضل لأنه أولادنا هنن اللي رح يكونوا سوريا.